خلينا نروح لاخبارنا. هنبتدي بكره اليد الرجال كما تعودنا. كره اليد الرجال عندهم مباراه بكره مهمه جدا مع نادي سبورتنج، هتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل الساعه 5 مساء. الصاله بتيجي او المباراه بتيجي في الدور الثاني لدوري المحترفين، الدور قبل النهائي المرحله الثانيه. انتوا عارفين طبعا حضراتكم المرحله الاولى كانت 18 فريق تاهل 6، الستة بيلعبوا رايح جاي، هيتاهل 4 للمرحله النهائيه. احنا في المرحله الوسط دلوقتي اللي احنا 6 فرق بنلعب رايح جاي. النادي الاهلي في المركز الثاني، مباراه سبورتنج هناك خلصت بالتعادل، محتاجين نكسب المباراه دي. هيتاهل 4 فرق منهم للدور النهائي، هيلعبوا برضو مباريات تقريبا رايح جاي، او على يعني هتلعب كل فرقه مباريتين، قصدي اقول يعني فكل مباريتين من دول انت خلاص هيبقى الحسم في الدور اللي جاي. يمكن الدور ده مهم جدا ان انت تخش اول او تاني، ولكن الحسم هيكون في الدور القادم. ولمزيد من القاء الضوء على الفريق، لان طبعا احنا عارفين ان في غيابات كثيره بيتعرض لها الفريق، كان ابرزهم غياب المدير الفني الكابتن طارق محروس. الكابتن طارق محروس معانا عبر الهاتف عشان نطمن عليه، هو شخصيا وعلى الفرقه. ازيك كابتن طارق؟ كابتن هيثم ازيك، وبسعيد والله دايما لما بسمع صوتك. الشرف لينا يا كابتن، وطمنا عليك الاول. الف حمد لله على سلامه حضرتك، الشفاء والتام من كورونا. طمنا ازاي يا كابتن، ايه اللي تم وايه اللي حصل؟ والله الحمد لله رب العالمين. انت عارف ان المرض منتشر، وربنا كده يبعد عن كل الناس جميعا الامراض، وباذن الله كده الشعب المصري دايما شعب جميل ومعافي، ويارب يبعد عنا كل الامراض. الحمد لله ربنا ابتلاني بالمرض ده، وكان نعمه من عند ربنا الحمد لله. طبعا بحمد ربنا على كل ابتلاءاته، فالحمد لله ربنا ابتلاني، والحمد لله برضك ربنا زي ما ابتلاني زي ما شفاني. الحمد لله. والحمد لله قعدت حوالي 10 ايام، يمكن اول تمرين النهارده قمت لها، او امبارح بسيط والنهارده ده اول تمرين رسمي قمت لها. والحمد لله. الف سلامه عليك يا كابتن، والله يعني احنا يعني بنبقى سعداء لما نشوف حضرتك طبعا بكامل الصحه والعافيه، ولكن الحمد لله ان هو عدى على خير. يمكن ساعات بيجي مع الرياضيين بيبقى قاسي شويه الفيروس، بس الحمد لله عدى عليك على خير بسلام. الحمد لله. الحمد لله بفضل ربنا وبنعمه ربنا وكرم ربنا على الانسان، ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما ابتليه زي ما بيشفيه، والحمد لله. الحمد لله ربنا على نعمه. الحمد لله يا كابتن. طب طمنا على الفرقه يا كابتن، اخبارها ايه؟ الغيابات عندك طبعا للاسف بتضرب الفريق بشكل كبير. والله حاجه غريبه، انا مش عارف ايه اللي بيحصل، يعني مش عارف اقول لك. وبعدين الاصابات، عارف لو اصابه متكرره، يعني لعيب الاثنين لعيب عندهم نفس الاصابه هقول يعني لا، ده كل واحد من مثلا احنا عندنا 6 اصابات تقريبا من قوام ال 20 لعيب، حوالي 6 اصابات. انت عندك انت القوام دلوقتي للفرقه موجود 14 لعيب بس. نعم. بالتالي بتطعم باللعيبه الصغيرين بتوع الناشئين، والست اصابات مختلفه جدا. يعني كاستيلو اصابته اصابه عمر سامي خالص، غير اصابه زيزو، غير اصابه تيزا، غير اصابه فيصل، غير بقى وانت ماشي بقى كده في الماتشات. انت عارف احنا لعبتنا جامده، ايش سبرين انكل، ايش خلع في الكتف، ايش مش عارف ايه، الحاجات دي كلها بتاثر. لكن الحمد لله طبعا الاولاد على يعني على درايه كامله بالموقف. احنا الحمد لله ماشيين بخطه كويسه. انا سامعك ان انت بتقول ان الماتشات الجايه مهمه، او ماتشات، بص يا هيثم انا هقول لك خلاصه الكلام ده كله. اتفضل يا كابتن. عشان نهدي بس الناس والدنيا، الناس تبقى عارفه الدورات اللي احنا بنلعبها دي كلها ليها هدف واحد، ان احنا هنوصل للدوره المجمعه الاخيره. ركز بس في الكلمه. ايوه. بتاعت اسوالتين الاخيره، الاول 3 نقط، الثاني 2.5 نقطه، الثالث 3-2، الرابع نقطه ونص. يعني فرق نص نقطه بين كل فريق والتاني. عارف ده معناته ايه يا هيثم؟ معناه ايه يا كابتن؟ بقى فاهم. تمام. معناته ان ممكن تخش رابع المجموعه وتطلع اول الدوري. صحيح يا كابتن. صح، الله ينور عليك. بس. الله ينور عليك، يعني دي نقطة مهمة جدا. حضرتك بتقول إن الحسم لسه ما ابتداش. يعني دي يا كابتن، بص بنسبة، عايزين نتكلم بقى بالورقة والقلم. اتفضل يا كابتن. الواقع وطبقا للورق اللي موجود، بنسبة 99.9 الأربعة اتحددوا خلاص. صحيح يا كابتن، اللي هم طبعا الاهلي والزمالك، سبورتنج، جيش. سبورتنج والجيش. تمام. تقريبا. تقريبا اتحدد. فالمباريات اللي جايه تقريبا كلها تحصيل حاصل. مش هنقول تحصيل حاصل، انت بتلعب ولازم تكسب، وطبعا انت بتلعب باسم النادي الاهلي، مش هتبقى تحصيل حاصل، لازم تأدي. صحيح. انا قصدي اقول ان التأهل دومن، بس انت برضه لما تخش مركز ثاني هيبقى برضه يعني مدي لك فرصه او ادفانتج بماتش مثلا او عن اللي بعدك. بنص نقطه. يعني بيديك نص نقطه.
حتى حبه الدوره المجمعه الاولانيه برضك مهما تلعبها طلعت فيها اول او ثاني او ثالث برضك بتخش بنفس الترقيه. الخلاصه نعم. ان احنا اخر الدوره الاخيره هي اللي هتحسم نهايه الدوري. انا اعمل بقى كل امل في كل الكلام ده طبعا، لان الاصابات اللي انا بكلمك عليها السته اللي انا بكلمك عليهم دول اصاباتهم طويله شويه، واصابات مش عضليه، اصابات في العظم. طب خلينا يا كابتن نتكلم عن حاله حاله يا كابتن، يعني لو اتكلمنا عن كاستيلو. يعني كاستيلو طبقا للتقرير وطبقا للورق الدكتور بيتكلم في شهر. شهر شهر ابتدى من امتى يا كابتن؟ شهر ده احنا عندنا اسبوع فاضل لنا ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع فاضل على كاستيلو. وهو الاصابه ايه؟ الاصابه ايه تشخيصها يا كابتن؟ عندنا مزق في الحوض. مزق في الحوض، تمام، في مفصل الحوض. في مفصل الحوض. طيب طب دي صعبه جدا. انا عارف يا كابتن، عارف عارف، انا جات لي مره. حاجه غريبه يعني، حاجه غريبه وبعدين صحيح. يعني حاجة غريبة. طيب مثلا زيزو، نتكلم على زيزو مثلا. زيزو الماتش اللي فات مثلا ماتش سبورتنج لما نزل الماتش خد كوع جاله شرخ في الحوض الجانبي اللي هي بتقول عليها الريش دي. الريش. طبعا دي لازم تتساب خالص لغاية ما تلحم لوحدها. مالهاش جبس. مالهاش جبس، مالهاش جبس، صحيح مالهاش جبس. بتسيبها ويبقى اللحم بتاعها بطيء جدا. بالظبط كده، وما ينفعش تيجي بيها، ما ينفعش تعمل اي اجراء جراحي فيها. صحيح صحيح. انت كل تقدر تعمله اشعاعات كل فتره وبس. يعني هو النهارده رايح يعمل سونار ولسه مطمني، قال لي لحمه بنسبه 80% فاضل لنا 20%. 20% دي قدامك بنتكلم بالراحه كده اسبوعين. اسبوعين، وادي له اسبوعين كمان عشان تعظم العظمه نفسها. الله ينور. يعني انت بتتكلم في اربع اسابيع. حلو. عندنا عمر سامي ربنا ابتلاه بمرض، ربنا يشفيه، مرض غريب ما بيحصلش في بيقولوا في المليون واحد. عنده اصابه في مشط رجل، اما بيوجع بيوجع بيوجع، اما عملنا الاصابه لقينا العظم بتاع مشط الرجل في ورم جوه العظم. يا خبر ابيض، ده نتيجه ايه؟ اصابه قديمه يعني اصابه دي مالهاش، بقول لحضرتك ورم جوه العظم. يا خبر ابيض. طب دي حلها ايه كان يا كابتن مع عمر؟ اتعمل له عمليه. واتعمل سنيور، اتعمل سنيور للعظم عشان نسحب منه، يتسحب منه الـ الورم، وتم سحب الورم. يا خبر. ما تقدرش بعدك بعد ما تعمل سنيور وتشتق العظم انك تعمل عمليه، لازم تسيبه يلحم لوحده. صح صح. وطبعا هو كده كده هتاخد وقت اطول، ده مش كسر، ده في تجويف في العظمه، فانت هتستنى لما التجويف ده يلحم. الله ينور عليك. فلو كسر بياخد شهر، لا التجويف ياخد ثلاثه. بالظبط كده. ربنا يشفيه يا رب. الرابع اصابه بتاعت سيسا واحنا شفناها فيصل. واحنا شفناها في ماتش الزمالك، وكان جزع في الرباط الصليبي. والراجل عمل عمليه الحمد لله، واحنا في التاهيل وقدامنا من ثلاث اسابيع برضك لصالح. يا خبر ابيض، ربنا يشفيه يا رب. فيصل عندنا بقى سيسا. سيسا هو ده اللي اصابته، يعني احنا بنحل عليها. هي مزق في الضمه، لكن احنا عارف بتحاول تعالجها بقى. هي تريحها. تعمل لها مثلا جلسات، مش عارف، تدي له شويه، تطلعه بره الملعب يرتاح، وهكذا. لكن انت بتتكلم كده، انت اتضربت في الجناحين بتوعك. صحيح. يعني الجناحين بتوعك اتضربوا، يعني انت دلوقتي بتلعب من غير اجنحه. فاهمني؟ بجد. طب بجانب طبعا قوه فيصل لعيب كويس، مدافع ومهاجم متميز جدا وضريب من الخط الخلفي. نعم. طبعا الخمس اصابات دي مؤثره جدا جدا. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، ده كل اللي انا بتمناه، ان هم يلحقوا يعني ولو اثنين منهم او ثلاثه يلحقوا معايا الدوره المجمعه الاولانيه، والباقي يلحقني في الدوره المجمعه الثانيه اللي هتبقى النهائيه باذن الله. طب اقول لك يا كابتن، الدوره المجمعه الاولى ميعادها امتى؟ 9/10/11 مارس باذن الله. يعني احنا بنتكلم في اقل من شهر. لا 9/10/11 مارس، لا استنى. لا احنا ماتش الكاس يوم 9/10/11 مارس. طب والثانيه يا كابتن، والدوره المجمعه بعديها بفتره طويله؟ دي بقى في نهايه مارس. في نهايه مارس، يعني احنا بنتكلم ممكن 29/30. يا رب يا كابتن، يعني احنا يعني بنضم يعني دعائنا لدعائك، بحيث ان هو يعني يا ربنا يا رب يعني اهم حاجه بقى ان مفيش حاجه بقى كمان، يعني نحافظ على ال 14 الباقيين يا رب. صحيح، يبقى محافظين عشان لو اي حاجه هنخش. انا مطلع سته من اللعيبه المرتبط وبيتمرنوا معانا، لان انا السكور دايما بيبقى ناقص في الماتشات،
والاولاد يعني رغم انهم عندهم مسابقتهم، ومع ذلك ان احنا بنتعبهم عشان برضك ياخدوا خبرات وهكذا. بس يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، احنا من خلال متابعتنا للمباريات برضو المجموعه اللي تم تصعيدها زي فوكس، ويعني على سبيل المثال يعني اللعيبه دي ادت اداء كويس جدا، ولاشين برضو يا كابتن، لاشين بامانه انا ما حسيتش ان هم مصعدين يا كابتن. ومهاب، مهاب صح، مهاب كمان، وعندنا عمر الشريف لعيب كويس قوي برضك ما شاء الله. وعندنا كذا لعيب يعني كويسين، عندنا مصطفى عبد الغني، عندنا لعيبه صغيرين مصعدينهم الحمد لله، عندنا اخو راضي الصغير. يعني يا كابتن اكلم حضرتك بامانه، يعني انا لما شفت فوكس ولاشين ومهاب هما بيلعبوا بامانه يمكن خد وقت، وسيف ياسر كمان خد وقت كويس، سيف ياسر مع حضرتك في المباريات، يعني يمكن بخص يمكن اكتر لاشين وفوكس، يعني لاشين بيشوط من بره التسعه ومن السبعه ومش قلقان ومديله الثقه ومهاري في اللعب بالظبط، ومدافع كمان متميز جدا في كذا مركز صحيح، وفوكس كمان شفنا اللعب وان وان خلي بالك برضك الخبرات برضك هيثم طبعا بتفرق اللعيبه اللي قدام. على فكره عايز اقول لك معلومه، اسامه الجزيري تاني تمرينه ليه كان عنده كورونا برضه، انا عرفت انه مصاب صح؟ لا كورونا، كورونا كمان تاني تمرينه ليه؟ ها تاني تمرينه ليه النهارده؟ لا الوضع عندك يا كابتن لكم في عونك يعني، بس انت قدها ان شاء الله، وهتحاول يعني هتحاول بشكل كبير جدا تجهز المجموعه اللي موجوده بحيث انها تلحقك يا رب ان شاء الله. كل اللي بدعيه من ربنا ان انا اوصل للدوره الاخيره كامل المجموعه بتاعتي متكامله، بدعي نعم. ربنا كده ان انا بقى كل ده هنشتغل وهنأدي ومش هنبخل وهنعمل اقصى ما عندنا، والصراحه المجموعه اللي موجوده بتتمرن بجديه عاليه جدا، والناس كلها عندها دافع ان هي تبقى موجوده في الملعب، وفي بعض اللعيبه اللي فيهم شايفه ان الاصابات دي فرصه ليهم ان هم يثبتوا نفسهم اكتر، وفي لعيبه طبعا الخبرات الكبيره اللي عندنا قايمه بدورها كويس قوي، ولما اللعيبه وربنا يقدرنا باذن الله ونسعد جمهوري الاهلي، وزي ما وعدناهم السنه دي باذن الله، باذنك يا رب بمشيئتك يا رب يبقى الدوري وكل البطولات اللي هنشترك فيها حاليا يبقى من نصيب النادي الاهلي باذن الله. ربنا يوفقك يا كابتن وتسدد خطاك وتسعد جماهير النادي الاهلي. كابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول لكره اليد، بشكرك شكرا جزيلا، يعني حبينا نجيب لكم الوضع زي ما حضراتكم شايفين، يعني مدير فني كابتن طارق محروس راجل قدير وراجل كمان يعني واخد ثالث عالم مع منتخب الشباب. اللي عايز اقوله انه يعني الاصابات دي قدر من عند الله سبحانه وتعالى، ما يجيلك ست اصابات الحقيقه بامانه منهم اصابات انا اول مره يعني اسمع عنها او اشوفها بتحصل، زي الورم اللي في مشط الرجل بتاع عمر سامي، الحقيقه انا يعني بقيت 30 سنه في الرياضه ما سمعتش حاجه زي كده، يعني فيصل يمكن جزء في الرباط الصليبي يعني سمعتها، ربنا يشفيه يا رب. زيزو شرخ في عظمه الحوض الجانبيه دي غريبه جدا، يعني انا برضو دي اكيد من كوع او من وقع برضو ما بسمعش عنها كتير، يعني ما بسمعش عن الاصابات دي الحقيقه. الله يكون في عونك كابتن طارق وعون الجهاز الفني، كان لازم نجيب لكم الصوره، دايما بنقول في غيابات في غيابات، ولكن يعني كنا محتاجين نستعرض مع حضراتكم وضع الفريق عن قرب، ولكن زي ما حضراتكم شفتوا اللعيبه مركزه وهتعمل عليها، ودايما الاهلي بمن حضر ال 14 لعيب اللي موجودين في القائمه دلوقتي بيلعبوا بكل رجوله، والحمد لله ما تعرضناش لاي هزه حتى بعد الغيابات دي، ان شاء الله يكملوا اولاد الناشئين طالعين بيعوضوا الخبره بالحماس والمجهود في الملعب، يعني ان شاء الله باذن الله النصر بتاع ربنا، انت بتعمل اللي عليك والمكسب بتاع الله سبحانه وتعالى، كل التوفيق لفريق كره اليد ونقدر نتغلب على هذه الصعاب، والف سلامه للمصابين.